بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. يعني إيه معلمنا بولس يقول أتأكد منين أنك أنت ابن ربنا؟ لو أنت ابن ربنا من غير ما تحس روح ربنا اللي جواك بيصرخ دايما يا أبا الآب نجيني، يا أبا الآب خلصني، يا أبا الآب طهرني، عايز أتطهر، عايز أعرفك، عايز أحبك لو أنا فعلا ابن. لكن لو أنا مش ابن ربنا عادي، روح قدس نايم وطفيته وبعيد عنه ولا حاسس بيا ولا أنا حاسس بيه. طبعا هو حاسس بيا بس أنا مش حاسس بيه يعني. بس عايز أقول إيه، يقول كده أكد لي إنك أنت فعلا ابن ربنا ولا لأ. لو أنت ابن الله يبقى إذن روح الله جواك عمال يئن ويصرخ يابا الحقني. الآب قلناها بكده يعني إيه الأصل، أنا عايز أصل الوجود أصل الحياة. يقول لي طب ما أنا جيت وفديتك وخلصتك وها واقف على الباب أقرع، إن فتحت أدخل، ما تفتح الباب، افتح يلا، روح للخلاص، اتقدم للتناول، روح للاعتراف، روح اتناول، اعمل أي حاجة للخلاص تاخد الخلاص. لكن مش عايز تفتح وعملت إن خليك قاعد بقى وخلاص، هنعمل لك إيه؟ لكن لازم إيه نشترك معاه الروح القدس ربنا ادهولنا. نصلي كده في وشيه المسافرين نقول له ايه، اشترك مع عبيدك في كل عمل صالح. طب انا عايز الخلاص، هيشترك معايا ويساعدني، انا عايز غفران خطاياي، هيشترك معايا وانا اشترك معاه عشان يخلصني. بما انكم ابناء الله أرسل، بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم. اشمعنى قال روح ابنه؟ لأن الابن هو اللي ادانا الخلاص، والابن قال لنا كده مش ممكن أحد يقرب مني إن لم يجتذبه الآب. لما أصرخ للآب وأعرف الفداء والخلاص هيقول لي ما الابن قدامك أهو، امسك فيه لا ترخيه، اصرخ افتح له الباب يخش. بتقولها ليه يا عم معلمنا بولس؟ قصدك ايه من الايه ديت؟ عايز يقول طالما احنا اولاد الله وفينا روح ابنه وروحه طبعا يعني، ليه مش بنسلك حسب الروح؟ ليه بنتمم شهوات الجسد؟ ليه بنصاغ ونخضع للشهوات الأرضية؟ ليه؟ مش أنت جواك روح ربنا؟ ليه بتخضع روح الجسد والعالم؟ يقولوا الجسد دوت عبارة عن إناء فيه النفس، النفس تخليه الجسد خاضع لربنا أو خاضع للعالم. فالنفس الجسدانية تبقى خاضعة للعالم، تخلي الجسد كله إناء للهوان أو العكس. تعالوا نشوف عملي. يقول لنا بولس الرسول كده شهوات الجسد ظاهرة، خطايا الجسد ظاهرة، وقعد يعد في رسالة غلاطية حوالي 15 أو أكثر خطية للجسد. أما ثمار الروح فهي محبة فرح سلام طول أناء لطف صلاح وداعة تعفف، وداعة إيمان تعفف، تسع حاجات. فعايز يقول إيه، طول ما احنا خاضعين للجسد بنتمم شهوات الجسد. خطايا الجسد بقى كتير مش عايزين نعدها،
ملناش دعوة بيها. لكن لو احنا فعلا ساركين بالروح يبان فينا ثمار الروح. نقف قدام الكلمة دي ونقول له طب احنا عايزين ثمار الروح دي نتعرف عليها ازاي؟ يقول طب تعالوا نشوف كده ايه حاجة عملية بين انسان زرع للجسد وانسان زرع للروح. فاكرين اول صرخة في العهد القديم؟ ربنا يقول لقايين دم اخيك صارخ الي من الارض، فين اخوك وانا حارس لاخويا؟ عيب عليك، عيب عليك، ما انا لسه من شويه قاعد معاك لما ما رضيتش اقبل الذبيحه بتاعتك وانت حطيت وشك في الارض، قلت لك يلا اعمل الحسن وارفع راسك تاني، يلا خلي بالك غير زي اخوك اعمل زيه. اسمع كلام الطقس بتاع الذبيحه ايه، ما تقلفش من دماغك، شوف عمل ازاي واعمل زيه. لو انت احسنت مش هرفع راسك؟ خلي بالك يا قايين قدامك خطيه على الباب مستنياك، وانا بقول لك اهو كانه بالظبط بيكلم يهوذا اللي لسه هيجي، قدامك خطيه على الباب لو انت سيطرت عليها مش تملك عليك وتنتصر وانا اسندك، لكن لو سلمت نفسك للخطيه هتغلبك. خلي بالك يا قايين. بعد ما خلص معاه ربنا الكلام راح قال لهابيل ايه، ما تيجي يا اخويا نتمشى بعيد شويه عن الراجل دوت اللي عمال يقول لي كل شويه انبني، ده عمال كل شويه انبني وعمال كل شويه بلاش واعمل وما تعملش، تعال نروح نتمشى بعيد شويه عنه. راح اتمشى بعيد، راح مد ايده عليه وقتله. راح ناداه سم دم اخيك صارخ الي، ليه عملت كده؟ ليه؟ غصب عني، ما انا سلمت افكاري وميولي للجسد للطبيعه، حسدت وغيرت وصرت وفكرت غلط وسمعتش كلام الله وصممت على اللي في رايي وخدت اخويا بعيد عن ربنا ورحت ومديت ايدي وقتلت. شايفين شهوات الجسد تعمل ايه في الانسان؟ تعالوا بقى نبص للعكس. الانسان الروحاني فاكرين اول صرخه في العهد الجديد مين صرخها؟ آلية صباط اول ما شافت مريم دخل عليها مباركة أنت في النساء ومبارك هو ثمرة بطنك، من أين لي أن تأتي أم ربي إلي؟ يقول الكتاب عنها أول ما شافتها صرخت بصوت عظيم جدا وقالت، روح جوه ما استحملش يسكت، النور دخل إليها وهي متنحة كده واقفة ساكتة. لا إزاي، قولي انطقي يلا اتحركي، مبارك أنت، صرخة عظيمة. الصرخة ديت مش زينا كده بنحس عالي اللي هو المؤاخذة اللي يدوش، صرخة هادية تهز الكيان، صرخة هادية تحرك القلوب الحجرية، صرخة قوية تخش جوه القلب والذهن وتفتح. عشان كده العذراء أول ما صرخت في وشها إليه صباط راحت أي لا نشيد جميل جدا. لو احنا درسناه نشوف فعلا فيه ثمار الروح اللي قلنا عليها دي. نمسك العذراء نقول تعالي بقى هنا، تعالي تخدت منين ثمار الروح دي؟ ازاي كبيت المزمور الجميل ده؟ قلت الكلام المرتب ده؟ قلت الكلام الحلو ده؟ جبتيه منين؟ ازاي انت فرحانه؟ ازاي اول واحده تكشف سرك ما تهزتيش ولا كبرياء ولا تهزيتي وقبلت التحية وقبلت الكرامة منها وكأنها مش ليكي للي فيكي؟ ازاي خدت ثمار الروح؟ تقول لنا تعالوا اي ثمرة عشان ناخدها قبليها في ايه؟ في ايه؟ في زرع، والبذرة نحطها نموتها وندفنها ونسهر عليها ونراعيها ونتعب
نشوف محتاجة ايه ونعمله لغاية ما البذرة تكبر تجيب ثمرة. لكن الثمرة تيجي من غير تعب؟ طب ازاي تعبتي؟ ما تتوهناش يا ستي عذراء، قول عملت ايه عشان خدت الروح، ثمار الروح دي واتمتعتي. تقول ابدا، غصب عني اتحطيت في جو كله ناس مليانة بالروح، عشت في الهيكل 10 سنين جنب ناس كلهم شبعانين بربنا. فاكرين سمعان الشيخ اللي كان في ايام الست العذراء؟ فاكرين الانجيل بتاعه؟ تعالوا كده نقوله بسرعه. واذا انسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الانسان كان برا تقيا متوقعا تعزيه الروح، متوقعا تعزيه الروح. ايه وبعدين؟ والروح القدس كان عليه. وإذ أعلم وحي من الروح القدس إنه لا يرى الموت قبل أن يعين مسيح الرب، فأقبل بالروح مرة رابعة وقال الآن يا سيد اطلق عبدك. قالها بالروح وعرفوا بالروح، وشال الله الروح، كان معجون بالروح سمعني الشيخ. فتفتخر تقول يا بختي، ده انا عشت 10 سنين مع واحد مليان بالروح القدس. لو قلت لاي حد مثلا من دير الان بابولا تفتخر بايه؟ يقول لك بفتخر لان عاشرت ابونا فانوس مثلا، يعني كان في ايامي شفته بعيني سمعته خدمته وقال لي. فاهمينها؟ الواحد يفتخر ان قرب من حد مليان بربنا. فالعذراء تقول غصب عني عشت في جو كله ناس مليانة بالروح. فاكرين حنة بنت فنوئيل كانت منتظرة تعزية إسرائيل، مليانة بالروح تصلي عابدة ليه النهار. زكريا الكاهن ربنا يكلمه وملاك يكلمه مليان بالروح، قالي صبات نسيبتها مليانة بالروح. فقالت غصب عني، طب انا اعمل ايه؟ انا طلعت لقيت نفسي في جيل كله روحاني، خدت منهم روح ربنا. عشان كده الواحد يخلي باله من الناس اللي بيصاحبها واللي يقعد معاها ويعاشرها ويكلمها، هل دول ناس روحانيين ولا ناس اي حاجه كده وخلاص؟ كتير قوي مننا يسيب عياله يلعب في الشارع مع اي حد او يمشي مع اي صاحب. نسالناه صاحبك دوت يا حبيبي اسمه ايه؟ صاحبك دوت بتاع ربنا ولا لا؟ بيشجعك على الصلاه ولا لا؟ بيشجعك على الانجيل ولا لا؟ ولا سايبين عيالنا كده يصاحبوا اي حد ويعيشوا مع اي حد وبعدين لما يكبروا ويمشوا شمال ولا يمين نقعد نصرخ؟ خلي بالنا. تعالي نسأل عذرة تاني، ايه اللي خلاكي اتمليتي بثمار الروح؟ تقول غصب عني طلعتي من صغري اسمعي الكلام قولي حاضر، قعدت اقول حاضر 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 لغاية لما حفظت مزامير وحفظت نصوص من العهد القديم وعرفت مين هو ربنا واشتقت ربنا وحبيت ربنا. وكل ما يجيلي زيارة روح ربنا أمسك في كلمة بتاعت أبويا داود النبي، روحك القدوس لا تنزحه مني بل جدده في أحشائي. يقول لها لا لسه ما استقرتش دلوقتي في حد، مش ينفع استقر فيك دلوقتي. تقول له لا هتستقر، مش هسيبك ما تسيبنيش. فمسكته بالعافية مسكته بالقوة، كل شوية تقول روحك القدوس ما تنزحوش مني، فهمني ارشدني عرفني اعمل ايه. فلما اتعلقت بالروح سهرت وتعبت وحبت اقتنت ربنا، اقتنت ثمار الروح. على فكرة كلمة ثمر الروح لقوها في الأصل مكتوبة بالمفرد، لأن التسعة هم عبارة عن حاجة واحدة، شخص المسيح. لو خدت المسيح جوايا كل حاجة بقت فيا وأقدر أعمل كل حاجة ببساطة كده. وثمار الروح التسعة دول
السموم الآباء ثلاث ثلاثات، خلي بالكم، محبة فرح سلام، اسمعهم دول مين على طول؟ شخص المسيح. الله محبة وهو مصدر الفرح وهو ملك السلام، فمحبة فرح سلام أول ما يجي لي المسيح يخبط على قلبي يقول لي طب أزرع فيك بقى إيه بقى؟ إيمان وداع تعفف، إيمان عشان تعرف تتعرف عليا، وداع إنسان هادي وديع عشان تعرف تركز وتستفاد وتسمع، عفة لأنك قربت من القدوس، قدوس قرب منك فأخدت العفة. أول ما يجي للمسيح محبة فرح سلام يزرع فيا إيه؟ وداعة، ها وداعة، ها إيمان وداعة تعفف. النتيجة بقى إيه؟ أطلع إنسان طويل البال، لطيف صالح كريم، يعني أي حد يقابلني بكرم وديله، لطيف إنسان مهذب بحب كل الناس، طول أنا بستحمل الناس كلها لأن أصبح المسيح جوايا، فيبان فيا إيه؟ ثمار الروح. فهمناها كده ببساطة؟ نرجع تاني لأول آية قلناها، بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه في قلوبكم صارخا يا أبا الآب. نقولها مع بعض، بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه في قلوبكم صارخا يا أبا الآب. أنا ابن ولا مش ابن؟ يبقى علي أعمل إيه لو أنا ابن؟ وعلى فكرة كان بولس بيكلم أهل غلاطيا على أساس أصبحوا أولاد الله وعرفوا الإيمان وحبوه، فقالوا ليه كده بعد ما عرفتم الله ترجعوا تاني للجسد؟ بعد ما بدأتم بالروح ترجعوا لأعمال الجسد؟ كان بيأنبهم، مش انتوا أبناء الله وخدتوا روح الله؟ فبيعاتب ويكلم ناس داؤوا. على رأي حد من الآباء يقول بعد ما تمتعت بشمس البر والنور الجميل دوت، أسيب الشمس وروح لواحد قول له ما عندكش شمعة أنورها؟ شمعة؟ يا عم انت قاعد مع شمس البر وخدت النور كله وتمتعت بالجمال والمجد والبهاء، تسيب كل دوت وتروح دور على شمعة؟ ما انت معاك النور والمجد. يقولوا كده بولس الرسول كان بيعاتب أهل غلاطيا، بعد ما سلكتم بالروح ترجعوا تاني للجسد؟ مش تخلي بالكم نمسك فالله، نمسك في روحه، نقول له احنا ولادك ومحسوبين عليك ولازم تخلصنا لان احنا ولادك من اجل اسمك الذي دعي علينا. نمسك الست العذراء وناخد منها الصفات الجميلة، ازاي اقتنيت ثمار الروح في العهد القديم؟ مسكت الروح رغم ان هو ما كانش لسه مستقر في حد، فاتملأت، فجالها المسيح، جالها الفرح، المحبة والفرح والسلام سكن في قلبها، فملاها إيمان وداع تعفف. عاشت في جيل بتاعها طويلة البال، لطيفة خالص وكريمة، سندتهم، حضنت كل أولادها وسط آلام المسيح، وسط الاضطهادات، لغاية لما عدوا بسلام بعد حلول الروح القدس عليهم أصبحوا أقوياء زيها. ربنا يدينا هذه القوة ويدينا روحه يتمتع بيه ونمسك فيه لغاية لما يوصلنا بالسلامة، له المجد الدائم.